الشهيد ماهر العبيدي من معتمديه من ولايه تودر معتمديه الجيش، استشهد يوم 11/1/2011، تم اطلاق النار عليه من قبل ملازم اول بالحرس الوطني المسمى طيب عمامي، 9 شهور ولا 8 شهور واحنا نجروا على القضيه، ما ثم شيء، نجروا وراء سراب. قدمنا القضية للمحكمة الابتدائية، خرجوا فيه ما يقارب 5 بطاقات جلب لم تنفذ. قلنا نلتجوا إلى القضاء العسكري اللي كنا احنا طامعين فيه، اللي هو باش يهزلنا فهمتني ولا القضية وينصف لنا قضية الأولاد هذيا. القضاء العسكري تو ما يقارب 3 شهور ولا 4 شهور، لا حياة لمن تنادي. خرجوا فيه 2 بطاقات جلب من المحكمة العسكرية، ما ثمش حتى، ما لقيناش من عندهم حتى حل. ندخل للوكيل العام للمحاكم العسكريه يقول لي عاونونا، فاش قلنا له سيد الوكيل باش نعاونوك؟ قال لوجوا عليه وكتحوا به وين، حنا تو نشدوه. كان الامر كذلك، لوجنا عليه فوقنا به وين، هزينا لهم المعلومه. المعلومه فهمتني لقوها صحيحه، مشوا بعث الدوريه باش تشدوا فهمتني، ولا وقفوا قدام باب الدار ورجعوا قالوا كلموا، قالوا عليه ما شديتوش، قال رانا ما، قال راني عطيت الامر باش يشدوه، قال للزملاء قال ما شدوش بعضنا، الزملاء قال ما شدوش بعضنا. ماناش عارفين احنا يا هل الحكومه المؤقته هذه باش تحب، وين تحب توصل؟ هلا احنا رانا ماناش مسلمين راه في حق اولادنا، راهم باش نهزوا حقنا بيدينا. اذا كان احنا يا مرة قلت العدل، ها احنا نتبعوا العدل، نتبعوا العدل اخر شيء، اذا كان ماذا مش عدل نهزوا حق اولادنا بيدينا. وراو فهمتني ولا مهما طالت، الموت انا بعد خويا، عندي خويا الاخر يستنى، وعندي خويا الاخر يستنى، وعندي خالي يستنى، وعندي حتى امي تخرج وتستنى فهمتني ولا في الموت، رانا ما نجيش نستنى. مسات علينا الدنيا، مسات النوم ما عادش نرقدوها، الناس تعايد تعايد، انا في رمضان في العيد نبكي على قبر خويا، ما يزيش حقه فهمت، حقه ضايع وفهمتي ضايعين بكلنا، لا خدمه لا ما عادش عندنا حد شيء فهمت. هم الفوق يجروا على الكراسي واحنا فهمتني ولا برا استنى برا كذا او تسامح او فهمتني، ولا ما عادش لاقيين حتى حل. عندنا وقفه نهار 7 فهمتني 9/2011 في قدام المحكمه العسكريه بتونس بتاع سعد الله، ونطالبوا من الشعب باش يوقف معانا، وراي القضيه ماهيش قضيتنا احنا وحدنا، راي قضيه الشعب الكل، نحبوا الشعب الكل يوقف معانا ويتضامن معانا. وراهي الثوره دي اذا كان ما هزيناش حق الشهداء فيها، راهي ماهيش تمشي هباء منثورا، ورانا احنايا باش نمشوا فهمتني ولا نفس الطريقه اللي مشيت فيه اجيال كثير. والسلام عليكم.